قال وعزله عنها بلا إذنها. العزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره وأنزل خارج الرحم حتى لا تحمل. الأولاد الأصل أنهم حق مشترك للزوج والزوجة، يعني ليس هو حق للزوج فقط أو حق للزوجة فقط، هو حق مشترك. فلذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها. إذا اتفق على ذلك لا مانع من العزل، وهو أن لا ينزل المنية في رحمها، إذا اتفق على ذلك فهذا بينهما. أما إذا كان أحدهما غير موافق، كان تكون الزوجة غير موافقة أو الزوج غير موافق، فالأصل لا. يعني حتى مثل العزل أكل الحبوب، مثلا المرأة تأكل الحبوب من وراء زوجها مثلا حتى لا تحمل، هذا أيضا لا يجوز. هذا حق مشترك، الحمل حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من الولد حتى يكون الأمر اتفاقا بينهما. نعم.